السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساءكم مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في برنامج زير زوم. هذه هي المرة بعيدا عن الرياضة وعن كرة القدم، سنتحدث عن أوضاع الجالية الجزائرية في أوكرانيا، وذلك مع ممثل الجالية الجزائرية هناك الأستاذ أحمد بودرمين. أهلا وسهلا بك أستاذ. حياك الله أخي، تحية لك من الشعب الجزائري وإلى كل الأشقاء والإخوة الجزائريين هناك في أوكرانيا. أولا، كيف هي الظروف هناك في الوقت الحالي بالنسبة للجالية الجزائريين؟ حبينا نطمئن عن إخواننا هناك، ما هي صحتهم وما هي الإشاعات التي تتداول من هنا ومن هناك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الوضع كما تعلمون، الوضع الآن هو وضع الحرب، يعني وحظر التجول خاصة في كييف، لأن أكثر القوات الروسية يعني محاصرة كييف. بالنسبة للطلبة الجزائريين أو الرعاية الجزائريين، أكثرهم يعني غادروا في اليوم الأول، يعني يوم الخميس، اليوم الأول من بداية الحرب، يعني الوضع كان مستقر نوعا ما. يعني أكثرهم الآن يعني وصلوا إلى حدود بولندا وغادروا حدود بولندا. الوضع الآن مثلا اليوم يعني وضع في كييف يعني وضع خطير جدا، يعني وإنذارات كثيرة أنه سيتم القصف اليوم في الليل، يعني وإحنا أنا أصلا الآن يعني مستعد، يعني لابس الجاكيت حتى، لأنه يعني قالوا لنا أنه فيه أشياء حتحدث في الليل. أكثر طلبة يعني الجالية الجزائرية يعني أكثرهم مش موجودين، يعني إلا المقيمين اللي عندهم عائلات اللي ما حبوش يغادروا، يعني واحدهم ما حبوش يغادروا. وفي طلبة يعني باقي لنا الآن في مدن يعني او قرى صغيره ما قدرناش نوصلولهم، لكنهم يعني اتصلت بهم وكانوا في اماكن امنه. يعني هذا بالنسبه لي خاصه كييف، لان اكثر الطلبه يعني مقيمين في كييف. نعم، مغادرتهم هذه المدينه كيف تم ذلك؟ هل تم بالتنسيق مع السفاره الجزائريه هناك، ام تم التنسيق مع السفاره يعني الحكومه الاوكرانيه، ام مع ممثلي الجاليه الجزائريه هناك؟ اليوم الاول اخي العزيز يعني حتى العالم كله اخذ سيارته وهرب، يعني لا تنسيق لا مع سفاره ولا مع دوله، حتى الاوكران يعني حزموا امتعتهم وغادروا. يعني اكثر الجزائريين يعني كانوا عندهم سيارات او كروا سيارات، يعني غادروا، يعني اخذوا اصحابهم يعني وراحوا. بعدين لما تفاقم الوضع، لان اكثر الناس ما عرفش ان الوضع سيصل الى ما نحن عليه، فاكثر الناس بعدين لما تازم الوضع واصبح القصف في مدن عديده يعني وانغلقت الطرقات، اصبحنا نقوم بعمليه التنسيق يعني، واتصلنا بالسفاره والسفاره اتصلت بسفاره الجزائر في بولندا لتسهيل عمليه الاجلاء من بولندا، يعني من يعني عن طريق الحدود البولنديه. اما هون مثلا في المدن الاوكرانيه التي تعرضت للقصف، حاولنا نسقوا مع الجاليات العربيه لان عندهم يعني امكانيات يعني ماديه يعني اكثر منا، وأجلينا بعض الطلبة وبعض العائلات اللي كانوا يعني حاصلين. نعم أحمد، ممكن أنك تحدثنا عن عدد طلبة الجزائريين هناك، كم يبلغ عددهم بما أنك ممثل ولديك إحصائيات حول العدد الجزائريين هناك؟ أخي في الفترة الأخيرة يعني إحصاء الجزائريين أو الطلبة خاصة يعني صعب جدا، حتى بالنسبة للسفارة، يعني إحنا كجالية كنا نأمرهم يعني أو نرشدوهم أنهم مباشرة الطالب لما يدخل التراب الأوكراني يعني يسجل في القسم القنصلي. يعني أكثر الطلبة ما استجابوش لأنهم جايين عن طريق وكالات يعني خاصة وجاوا يدرسوا، فلما تقول أنت على الأمر القانوني يعني يشوفها كأنها يعني كأنك حتى تضغط عليه وتحيزه يعني ويصبح مراقب. فأكثر الطلبة يعني حتى السفاره يعني ما تعرفش عدد الطلبه الحقيقي، لان اكثرهم كما قلنا جاءوا عن طريق يعني شركات خاصه يعني. لكن المعلوم هو اكثر الطلبه او الجزائريين موجودين في كييف. في كييف يعني اكثر الجاليه موجوده، في مدينه اوديسا ايضا، في مدينه خاركوف يعني بنسبه قليله، في مدينه دنيبر شويه، لكن اكثر مدينتين هي اوديسا وكييف. كييف يعني هي الاكثر، الغالبيه العظمى من الطلبه موجودين في كييف. نعم أحمد، أستاذ أحمد، علاقتك مع السفير الجزائري هناك، يعني تسهيلات العمل تقوم به، كيف يتم ذلك؟ الحمد لله يعني علاقتنا معه مليحة، يعني ونتصلوا بها في أي وقت ترد علينا الهاتف، يعني وأي شغلة نأمرهم بها يعني يقوموا بها، يعني على كل واحد على حسب طاقته. لكن يعني أقول لك يعني كممثلين يعني يعني متجاوبين معنا ويساعدونا في الامور، مرات الامور الطالب ما يقدرش يوصلها نوصلوها لهم. مثلا اليوم يعني تم اعطاء الجوازات هذه الاستعجاليه، يعني لما
صدر بيان من وزارة الخارجية أنه اللي ما عندوش جواز يمشي للسفارة يعملون جواز. فأكثر طلبة يعني اليوم يعني تقريبا أعطوهم كلهم، يعني آخر طالب اتصلت بي قال لي أنه أخذت الجواز حتى يغادروا الآن. هذا يعني نقطة إيجابية بالنسبة للحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية أنه تقوم بمثل هذه الخطوة تجاه طلبها في مثل هذه الظروف. هذا أمر إيجابي من دون شك، على قيد الاستحسان الكثير أنه تسوي لك وضعيتك في مثل هذه الظروف، أمر إيجابي ورائع جدا. ايه صح، خاصة في هذا الظرف يعني العصيب. يعني أكثر طلبة كما قلت لك أنا يعني ما كانوش مسجلين في القسم القنصلي، وهذا خطأ، وكنا ننصحهم أنهم يسجلوا حتى يعرفوا يعني الإنسان إذا وقعت له مشكلة نعرفه. يعني في وقعت حوادث كثيرة هون قبل الحرب يعني، وما عرفناش طالب ما عنده لا ورقة ولا مسجل في القسم القنصلي ولا مرة مشى للسفارة. يعني هذا أيضا يصعب مهمة السفارة. ماذا عن الظروف المناخية هناك في هذه الساعات المتأخرة من الليل؟ الآن بأخير يعني ثلوج والبرد، يعني خاصة الآن في الليل يعني الإنسان توقف 5 دقائق في الطريق يعني تتجمد يعني صراحة، والحواجز في كل مكان. يعني اليوم كييف يعني وضع حربي يعني 100%، يعني الحواجز وقوات الدفاع المدني والجيش يعني مطوقين كييف، لأنهم فيه معلومات أنه فيه يعني قوات روسية خاصة تسللت البارحة إلى هنا وسط كييف، يعني وأنا قريب جدا من مقر الرئيس. يعني تسللوا وتم إحباط محاولة قتل الرئيس البارح يعني من طرف المخابرات الأوكرانية. نعم، أنت قريب من الرئيس الأوكراني، ممكن تعيشنا شوية هذه الأجواء هناك، وخاصة في ظل هذه المحاولة الاغتيالية اللي تحدثت عنها؟ الآن المنطقة اللي فيها هي أشهر منطقة يعني في أوكرانيا وفي كييف، يعني والشارع الرئيسي، يعني كل المباني الحكومية موجودة بقربي يعني هنا الآن. حراسة مشددة يعني حتى الطرقات يعني فيها حواجز حتى تمر يعني من حتى 10 أمتار يعني بصعوبة بها تمرها يعني بسبب الحواجز. كل شوارع كييف الآن بهذه الطريقة، المحلات مغلوقة، حتى في أزمة خبز أزمة أكل، خاصة في الجهة لأن كييف مقسومة إلى قسمين يقسمها نهر دنيبر إذا هو معلوم عندكم، وهذا القسمين يعني استراتيجيين يعني يربطهم الجسر. الآن الجهة اليسرى من كييف لا تتصل مع الجهة اليمنى، الضغط كله الآن العسكر والجيش كله على الجهة اليمنى، لأن الجهة اليمنى في حدود اللي تأخذ الحدود حدود روسيا وبيلاروسيا، يعني الجيش الروسي يدخل عن طريق بيلاروسيا عن طريق يعني الشمال، يعني هو يدعم الروس عن طريق الجهة اليمنى. يعني كل القوات الروسية التي دخلت من روسيا بيلاروسيا. ومن بيلاروسيا في الجهة اليمنى من كييف، يعني الجهة اليسرى في كييف يعني آمنة نوعا ما، يعني الناس تتنقل بحرية، أما الجهة هذه يعني وضع حربي يعني 100% أخي العزيز. نعم أحمد، فيما يخص الطالب الذي توفي قبل 2 أو 3 لنحذر من ولاية تلمسان، كيف تم ذلك وكيف كانت الإجراءات حتى يتم دفن هذا المواطن الجزائري؟ ندعو الله عز وجل أن يرحمه آمين. وأن يلهم أهله الصبر والسلامة. الله يرحمه. المنطقة اللي فيها خاركوف هي ما هي مدينة يعني في حدود روسيا، وأكثر سكانها روس، والآن تتعرض الآن في الوضع الآن يعني نحكي معاك الآن تتعرض إلى قصف يعني جوي بالصواريخ، يعني الآن مدمرة. اليوم فيديوهات وصلتنا من خاركوف يعني مدمرة تماما. الأخ هذا لما توفي الله يرحمه السفارة اتصلت بالشركات اللي تنقل الجثث كما هو معلوم، يعني كان عندنا أصلا قبل في واحد مات في مدينة أخرى ويعني ونقلناه يعني قمنا بالإجراءات هذه. فاتصلوا الله. بالشركات اللي تنقل الجثث من خاركوف، الشركات كل مبانيها معطلة ولا تعمل بسبب القصف، واتصلوا بشركات أخرى يعني كلهم ولا واحد يقدر يدخل إلى تلك المنطقة، يعني لأن فيها حظر تجوال. جوي، المجال الجوي مغلق، البري مغلق. طلبت السفارة يعني من المستشفى أنها تحفظ الجثة أكبر قدر ممكن، وكل مصاريف الحفظ الجثة هذه اللي تبقى في المستشفى يعني تتكفل بها السفارة. هذا آخر خبر يعني أخذته من عند نائب السفير يعني مباشرة، سألته على قضية الأخ هذا الله نعم، يرحمه. الأخ هذا ما زال متواجد بالمستشفى في مصلحة حفظ الجثث. ايه موجودة هناك يعني لحد الآن، ما في يعني الأجواء الجوية مستحيل ولا واحد يقدر يدخل ياخذ الجثة، يعني ما غير ممكن الآن، غير ممكن. وماذا عن الحادث؟ يعني كيف وقع له الحادث الحادث على وحادث حسب المعلومات اللي جاتنا من الإخوة في خاركوف أنه كان في قصف يعني في الشوارع، يعني تبادل إطلاق نار في الشوارع، وكان هو على البلكون يعني الرصيف؟ نعم، على شرفة البيت العمارة. على الشرفة يعني، وأصيب بطلقة.
رحم الله الفقيد إن شاء الله، هو أن نعم يرزق أهله الصبر والسلوان. في الأخير فقط حبينا أستاذ أحمد أن يعرف نفسه للجمهور الجزائري وللشعب الجزائري، خاصة وأنك تقوم بعمل كبير وكبير جدا هناك ممثل للجالية الجزائرية، وأن تقوم بالتنسيق شخصيا مع السفارة الجزائرية بأوكرانيا. والله أنا مقيم هنا في أوكرانيا يعني تقريبا 11 سنة يعني، ونقوم الله يحفظك. على خدمات يعني الجالية الجزائرية يعني كمتطوعين أخي العزيز، يعني نحن ما لسنا شاء الله. هيئة يعني سياسية ولا هيك، يعني متطوعين ناس يعني نخدموا في نساعدوا في أخوتنا، ومش حتى الجزائريين يعني نساعدوا كل الناس. وثانيا أنا نائب رئيس المندوبية بأوروبا الشرقية التابعة للتجمع تاع الجالية في المهجر، ما شاء الله. هذا وممثل الجالية يعني. أمر جيد ورائع جدا أنه تصيب شباب جزائر مثلك يعني يقومون بمثل هذه المبادرات الخيرية والأعمال اللي دائما تؤكد أنه المواطن الجزائري أينما حط وارتحل يترك بصمته، خاصة في العمل الخيري ولما يتعلق الأمر بأبناء وطنه، هذا هما أبناء الجزائر الأحرار. أستاذ أحمد نخليه لك الكلمة الأخيرة ممكن توجهها للشعب الجزائري ولإخواننا الجزائريين هناك بأوكرانيا. بالنسبة للكلمة نوجه لعائلة يعني الطلبة، طلبة أكثرهم يعني في الحدود البولندية، وما يقلقوش عليهم لأن في الحدود البولندية يعني الناس كلهم سواسية يعني، ويعني وعدد هائل هائل جدا من المهاجرين يعني، مش فقط الأوكران يعني، كل الجنسيات هربوا يعني. الإنسان إذا اللي عندها ابن مثلا بقى يوم أو يومين عند الحدود يعني ما تقلق، لأن الأمر للناس كلهم يعني. وأكثر طلبة يعني اتصلوا بنا بقاوا يوم يومين 3 أيام في حدود، ثم مروا الآن في بسلام ودخلوا إلى أوروبا يعني فقط. وفي رسالة أيضا للناس أو بعض وسائل الإعلام اللي مثلا تناقل الأخبار الكاذبة مثلا ويروجوها يعني بسرعة، يعني شيء هذا يعني أمر غير مهني وغير أخلاقي يعني. الآن الناس في وضعية حرب يعني، والناس أولياء الأمور يتصلوا بنا على أولادهم، والوسائل الإعلام تنشر الأخبار الكاذبة يعني. أقول لك الله يهديهم أخي العزيز، ونتمنى من السلطات يعني تعاوننا أيضا هنا بالنسبة حتى نشوفوا حالة للعائلات اللي بقات هنا، وربي يعيننا إن شاء الله. إن شاء الله، كلمة رائعة جدا، أن الله يكون في عونكم إن شاء الله. أستاذ أحمد كنت معنا، أبو دريم كنت معنا على المباشر في هذا النقل برنامج زير زوم للحديث عن الأوضاع هناك في أوكرانيا والاطمئنان على الجالية الجزائرية خاصة في مثل هذه الظروف. أتمنى لك إن شاء الله كل خير، السلام لك وإلى كل الإخوة الجزائريين والعرب هناك. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا. فيك بارك الله. بهذا نختم مشاهدينا، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، نلتقي في عدد آخر بحول الله، السلام عليكم. تونسيومتر اوتوماتيكي زد ان، جهاز مراقبة ضغط الدم اوتوماتيكي، راقب ضغط الدم وصحتك في منزلك. العلامة السويسرية، متوفر في الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. دي ام سي ام، المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتوجات الصحية لعلامة روز ماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زور صفحتنا على الفيسبوك.